Audio Jungle. ده محمد بن يعقوب مدير الفنون بوزارة الثقافة. حضوري هنا كممثل للوزارة في هذا المعرض يأتي في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة حاليا من أجل دعم الفن والفنانين من دعم مختلف فروع الإبداع الفني من مسرح وموسيقى ورقص وفنون تشكيلية أيضا. وفي هذا الإطار الحضور ديالي يأتي لافتتاح المعرض رفقة تلة من الفنانين المرموقين، وأيضا فرصة للتأكيد على الدور المهم الذي يقوم به هؤلاء الفنانين المعروفين والذين لهم مكانتهم في الساحة الفنية الوطنية بتشجيع الطاقات الشابة، سواء عبر إدماج فنانين تشكيليين شباب في المعارض الذي نظموه، أو عبر هذه المعارض التي موجودة في هذه القاعة الثالثة والتي تضم شبانا يتعلمون الرسم إضافة إلى محترفات الفنية التي نظموها لفائدة الأطفال. طبعا هذا عمل مهم ومهم جدا، بالإضافة إلى أنه يروج لأعمال الفنانين المغاربة فهو أيضا عمل عنده جانب تحسيسي، بحيث أن من أهداف المعارض طبعا هو تحسيس الشباب، تحسيس الجمهور بأهمية الفن واكتشاف الطاقات المبدعة في هذا المجال. دائما نحن في على مستوى وزارة الثقافة مستعدين لدعم كل فنان، مستعدين لتقديم كل ما يلزم من الدعم، سواء عبر برامج دعم او ما سميناه بدفاتر التحملات التي وضعتها الوزارة والتي تناهز 65 مليون درهم سنويا لدعم المسرح ودعم التشكيل ودعم الموسيقى ودعم الكتاب ايضا ودعم فنون الرقص او الفن الكوريغرافي والتشكيل، ايضا يحظى بحصه مهمه تناهز 10 ملايين درهم سنويا تقريبا حسب المشاريع المقدمه، بحيث ان الوزاره ما فاتئه تقدم هذا الدعم. وطبعا نحن في حاجه الى كل المشاريع الجاده، كل المشاريع الهادفه، كل المشاريع التي يمكن ان تمس اكبر عدد من السكان، التي من شانها تحسيس الشباب والأطفال بأهمية الفن، والتي أيضا من شأنها بناء الشخصية المغربية، الشخصية المثقفة العارفة المفتخرة بثقافة بلادها وبفناني بلدها. وشكرا. Festival Sartre-Châtelouche. Je suis très content d'être ici à El Jadida. Encore une fois, El Jadida fait partie du réseau des villes du Festival Sartre-Châtelouche, un réseau de 30 villes de la Méditerranée et des pays de langue portugaise, 10 pays différents. Et on est très content de la collaboration, le partenariat avec la province d'El Jadida, l'association provinciale, la délégation provinciale du ministère de la Culture est vraiment excellente. Et en plus, ici, on peut montrer la diversité culturelle et musicale de la Méditerranée. On a présenté ce magnifique spectacle du chant de la Sardaigne, des ténors d'Ignonelli. Et demain, on présentera la musique plus authentique du Portugal, du centre-nord du Portugal, avec le groupe Rialejo. Et en même temps, comme le principe du festival, c'est l'échange, on a aussi eu le privilège de présenter des importants artistes d'El Jadida hors Maroc, comme par exemple le peintre Abdelkarim El Azar, vraiment un peintre qui a reçu des consensus incroyables, soit en France, soit au Portugal, soit en Italie, ou dedans du réseau Sept Soges. Et aussi la chanteuse Soukaina Faxi, qui a participé à une production musicale internationale, et aussi la pâtissière Nadia de Azmour, qu'on a invité, et on a fait vraiment de très belles expériences. Donc on est tous frères dans ces mers méditerranéennes sans frontières et avec la mer de la culture qui nous fait sentir plus proches. Merci. اللقاء كيجي ديال الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية مع جمعية كبيرة من البرتغال اللي كتجمع عشرات الدول ديال البحر الأبيض المتوسط. واليوم هذه الدورة التاسعة لهذا المهرجان،
والعام اللي فات نظمناه وهذا السنة كننظموه في نفس التوقيت. بدأ اليوم 9:10 بمعارض لباكس آر ومعرض لفودار ومعرض للشباب لسكوين الشباب. فعلا هذه المعارض انتم شفتوها في هذا الفضاء الجميل اللي ديال التراث معماري جميل جدا. غادي يستمر يومين، غادي يستمر يومين 9:10 وفي هذا القاء في المسقات سيختم هذه الليله بحفله لتراث لفرقه من ايطاليا وتمثل التراث العالمي، كذلك الفرقه من الملحون من مدينه ازمور. غدا ستستمر المعارض وستستمر تكوين الشباب في هذه الخصوصيه. ثم في الليل الساعه 9 ستعرف المسقات مره اخرى مجموعه ديال من مغنيه من البرتغال اللي كتغني التراث الشعبي ديالهم الفادو، ومغنيه من مدينه الجديده اللي هي السكينه اللي كتبرز عده معالم وعده تراث، كذلك اغانيها مختلفه اللي غادي تطربنا غدا في هذا الوقت. شكرا جدا. اصبح تقريبا الموعد سنوي مع سيتي سوا سيتي لوا اللي هي انترناسيونال معروفه، اصبح الموعد قار كل سنه يومان اللي فيها الثقافه الدكاليه زائد الثقافه اللي هي ديال ما وراء البحر، لان كيشاركوا فيها دي ايطاليان دي بورتغي. هاد السنه كيصادف البرتغاليين الموسيقى وكيصادف الملحون ديال ازمور. مانيفيستاسيون اللي هي جد مهمه، فيها هاد التبادل الثقافي الابداعي وجد مهمه. كاين المشاركه بمعرض ديال باكت ار، جمعيه باكت ار، وكاين معرض ديال كيشرف عليه الزاوي وزخرف، والمساهمه اللي هي اضافه هو ديزاتولي بور دي جون، يعني هذا الخلاف هذا راه شيء اساسي. هذا هو اللي مهم. كاين موسيقي تشكيلي وحنا بطبيعه الحال كنتازو خاصه بما هو تشكيلي، وتا الموسيقى كاين الملحون. شكرا.